اهلا وسهلا اهلا باشا اهلا وسهلا اهلا ابو مازن بي اهلا وسهلا تفضل فندم تفضل يا اهلا وسهلا اهلا زنبيل يا باشا زنبيل زنبيل اخوك الصغير زنبيل يا باشا زنبيل. اهلا وسهلا اهلا وسهلا ايه معنى اسم زنبيل ده سؤال ممتاز انا مبسوط انك سالتني السؤال ده مش عارف والله يا باشا وابويا سماني وخد السر وراح الله يرحمه الله يرحمه صعبان عليا انت هتفضل طول عمرك عايش كده مش عارف معنى اسمك يا باشا زنبيل زنبيل المهم نعيش يا باشا اهلا وسهلا اهلا بسعاد اهلا بيك اهلا بيك الا قول لي بقى امرني الست الهانم اللي احنا قاعدين مستنيينها دلوقتي انت واثق يا زنبيل ان ان شاء الله هتعرف تخلص المصلحه دي لا دي اهانه لا دي اهانه يا باشا لا 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 لا, 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 لا دي اهانه ليه دودو هانم دي واصلة عليوي أوي 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 بنص وزارة البلد صحابها من ورا مراتاتهم أو رحمة أبويا بس خليها بسرك يا باشا أنا مصدقك يا زنبيل بس أقولك على حاجة بقى خدمة تعملها فيا بلاش بقى تحلف برحمة أبوك تاني لأن كل ما بتجيب سيرته أنا قلبي ما بيبقاش مطمن بلاش يا باشا وحياة مازن تعتبر أرض الساحل دي في جيبك مازن ابني؟ ايوه يا باشا الكتكوت الصغير اهلا وسهلا وكم سنه يا باشا دلوقتي؟ كبر دلوقتي اللهم صل على حضره النبي اللهم صل على حضره النبي نمشي في فرحه قريب يا باشا باذن الله انت تعتبر القريه اتبنت والموضوع خلص وتحط بطنك بطيخه صيفي انا معاك يا باشا عيب يا باشا في ايه؟ انا خلاص ركبت التنبيل مع السلامه يا باشا والسلام امانه المازن تشرب يا باشا ولا حاجه اي شوب زنبيل صغير؟ يا باشا ما تقلقش ست الكل زمانها على وصول يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا بنفسك يا ست الكل او نو اسكوز مي انا اسفه قوي اني جيت متاخره بس اوت سايد از فيري ترافيك 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 زحمه جدا من علمك انا مواعيدي مظبوطه جدا انا اكيد فاهم كويس قوي نو بروبلم ثانك يو المكان نور يا دودو هاني انت امورك ايه؟ اورانج جوس از فيري كولد وذاوت ايس امرك يا هاني وذاوت ايس ابو مازن يا ست كل اللي عرفت حضرتك عليه قبل كده اهلا وسهلا منوره يا فندم ميرسي شكرا اهلا وسهلا اتفضلي ولد قلعني الجاكيت ميرسي يا فندم اهلا بيك فندم منوره شكرا خد الكاسكيته ثانك يو The glasses also okay, no problem. اللهم صل على النبي، ايه الجمال ده كله؟ مصر نورت بحضرتك وسوريا بلد من اعز البلاد اللي على قلبنا. بس على فكره انا مصري. مصري اهلا وسهلا حصل لنا الشرف وماله مصر وسوريا طول عمرها بلطلون واحد. ربنا يكرمك وبالمناسبه على فكره مازن ده يبقى ابني ابنك ربنا يخليهولك ربنا يكرمك يا ست الكل ربنا يكرمك يا دودو هاني اخش لك في الموضوع على طول لان انا متاخره عليك هو كان حضرتك كان ابو لهب قصدي نحنضله قصدي زنبيل كان حكى لي ان عندك ورق في الغردقه في شرم الشيخ محتاج وزراء كتير جدا يمضوا على الورق ده ويعني محتاج وقت بس ان شاء الله ان شاء الله انا هخلصولك في 24 ساعه ده عايز امضاءات كتيره قوي اقول لك على حاجه كل الورق بتاع الموضوع والمستندات كلها في الظرف ده اتفضل ميرسي بس ده اسكوز مي أبو مازن يا ست كل اسكندراني وابن بلد ومفتح وكله تمام ايوه الو على اسكندريه ده بموت في اسكندريه كورنيش اسكندريه ودهب اسكندريه ايه ده؟ ايه ده؟ الخاتم هياكل من ايدك حته والسلسله هتاكل من رقبتك حته على فكره عايز اقول لك ان الاسكندرانيه كرما وبنحب اصحابنا و بنحب الناس الحلوة واللي بيخدمونا
يعني الحاجات دي كلها ما تغلاش عليكي خالص. ثانك يو ميرسي. اسمعيني. لا 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 ما ينفعش والله احرجك كده ابدا، ما اقدرش. لا ما ينفعش. اسكوزمي. انا عايزك تعتبري دول هدية بسيطة، عربون محبة مني كده. أنا كده أحرجتك قوي، بس إذا أنت مصر ومصمم حطهم في صندوق الذهب بتاعي اللي بحتفظ بيه بكل الحاجات المهمة. اتفضلي. ميرسي ميرسي قوي. ميرسي. ربنا يخلي اسكندرية وأهل اسكندرية. منورنا يا سعاده الفلاشه. متشكره. ثانك يو ثانك يو. الله، ايه ده؟ مش قادره اصدق عينيا. دودو هانم اغرب نفسها؟ دي صدفه روعه. نو، سوسو هانم الدرمالي، معقوله؟ صدفه بيوتيفول. وحشاني جدا. اي ميس يو. وانا اي ميس يو تو يا دودو. انت مختفيه بقالك فتره طويله قوي، مش معقول اللي انت بتعمليه ده. اديك شايفه الظروف بقى والواحد فيها، نعمل ايه؟ ايه الحلاوه دي؟ ميرسي يا قلبي، وحشاني قوي. حلو يا فندم، مساء الخير. مش عارفين يا الناس الجميله. طبعا هعرفك اهو حالا استاذ. مساء الخير. ايه الجمال ده بس؟ انا على فكره يا سوسو هانم اعرفك بنفسي، ابو مازن. اهلا يا فندم. اهلا بيكي. دودو لذيذه جدا حبيبي. انت كنت رايحه فين؟ الحقيقه انا كان عندي ميعاد مع بهيجه هانم هنا في النادي، وعايزين نتكلم في حاجات مهمه جدا. طب ما تقعدي معانا شويه كده يا سوسو هانم، هو الدنيا طارت، عايزين نقعد مع بعض شويه، ده لو مفيش مانع يعني. لا لا لا، دي مشغوله جدا، عندها ما هو زي ما انت شايف عندها مواعيد. الحقيقه دودو هانم عارفه ان انا بزنس وومن وطول الوقت عندي حاجات مهمه كتير، بس انا يا فندم الحقيقه ممكن اجل شويه بهيجه هانم واقعد اخد معاكم اورنج جوس. يا ريت. جوس ايه؟ ما تسحبي يا بنت بار نديله، بدل ما تشيل البرقه دي ومصاحبيك الارض هنا. يلا اسحبي دورين سكه غلبت المحله، اتكل على الله. على ايه المحله والسكه؟ قولي لي ايه الحاجات الجميله. ده لسه مديهاني حالا. واو. ابو مازن هديه. واو يا ابو مازن، ذوقك جنة. أوي. ممكن اشوفها عن قرب؟ اتفضلي اهو، شوفي اهو اهو النيكلس الفظيع اهو اهو، وريني كده زي ما انت شايفه. ما هو واو، مبروك عليكي. ميرسي يا قلبي. اكيد هياكل منك حتتين. ربنا يخليكي. انا كمان ماشيه حالا دلوقتي، والاستاذ ابو مازن طالع اسكندريه. بصوا بقى، انتوا لازم تيجوا اسكندريه تنوروني، ناكل اكله سمك حلوه مع الحلوين يا سوسو هانم ويا دودو هانم. قوي. والجمبري طبعا. هتبلبط بقى. مش معقول. بلبطشي بقى، اديني ضهرك. يلا اتكل على الله. I like shrimp so much. اوكي. شريمس. يلا يا اختي بالسلامه. ثانك يو. باي دودو. سعيدني شفتك. شكل سوسو هانم عجبتك يا باشا؟ انا بصراحه يا زنبيل محتار ما بين الشرق والغرب. لذيذه قوي قوي قوي. تجنن وانت تجنن، ما تتخيرش عنك. لا عني ايه؟ وش جاب لي كده؟ امان كده يا حبيبتي، خلاص كده ما فيش ولا صوره لينا لوحدنا. متاكد يا هاني؟ اتاكدي بنفسك يا حبيبتي. في ايه؟ وانا هغشك؟ ودايما انا عارف يعني ان مامتك شديده ودمها حامي. لا مش بس كده، بس انا اصلي، بص انا مش بحب ازعل ماما، كفايه ليا فيه. طب ما تخلينا احنا في اللي احنا فيه. لا 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 إيه؟ لا لا خالص، انا مش بحب كده هاني، وانت عارف. انا عملت ايه بس؟ في ايه؟ احنا متفقين من الاول، انا اتربيت كده، وانت عارف. عارف ولا مش عارف؟ عارف عارف والله عارف. وبعدين ده هو ده اللي خطفني ليك. الله. بعدين احنا اصلا ما ينفعش نعمل اي حاجه من دي غير في الحلال، وانت عارفه. صح ولا مش صح؟ طب هو مين اصلا عندي ولا عندك هيوافق ان احنا نتجوز احنا في تانية جامعه؟ ما ترد. مين هيوافق اصلا؟ طبعا ما حدش هيوافق. مش لازم يوافق، مش ضامن يوافق، ما اضمنش يعني، ممكن ما يوافقوش. وبعدين انا مش ضمني ان هم يصبروا عليك لحد ما تخلصي جامعه. يعني انت عايز ايه دلوقتي؟ مش عايز حاجه، في اسالي. بصي، في ناس صحابي، ناس كويسين يعني، اشاروا عليا حاجه كده انا هقول لك عليها، لو تمام اوكي، مش تمام خلاص، ولا كانك سمعتيها. بيقولوا لي ان هم مثلا يعني عشان يضمنوا ان هم يبقوا لبعض، مجرد ضمان يعني، بيعملوا اللي هم الورقتين اللي هم الورقتين اللي هم اللي هم العرفي دول. ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مالك اتوترت ليه؟ لا لا ما اتوترتش ولا حاجه يا دودو هاني. لعلمك بقى، اذا هساعدك هساعدك عشان سببين مالهمش تالت. اولا لانك جاي من عندي واحد حبيبي 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 حبيبي. ثانيا لانك شاب، والشباب الايام دول بيصعبوا عليا قوي، مش واخدين حقهم في الزمان ده، زمن زي الزفت. ربنا يخليك يا دودو هانم، والحقيقه العشم يعني كبير في ربنا ثم فيكي. ده انت عشمك في محله. لعلمك بقى انا بعمل ده لوجه الله بس.
الشاب من دول بيجيب فلوس اهله كلها يصرفها عشان يجيب فيزا، ويا ريتها تكون سليمه مضروبه، لا طال يروح اوروبا ولا يطلع الشط، بل السمك بياكل. لا لا سمك ياكلوا ايه، لا انا عشمي كبير في ربنا ثم فيكي، واهم حاجه ان التاشيره ما تبقاش شفولش. اوه نو، هتزعلني منك، ايه لك شبونش دي؟ ده راجل مضمون خالص. ايوه كل الناس بتعملها ب 70 وب 80000 جنيه. انت عارف ده هياخد مني كام؟ 15000 جنيه. ايه؟ طبعا انت عارف ده راجل جاري، جاري في الفيلا اللي جنبي على طول. 15000 جنيه ايه؟ اذا كانوا هم قالوا لي 10، مين المعفن اللي قال، قصدي مين اللي قال لك 10000 دي؟ بس ده كتير قوي يا دودو هاني. وانت هتدفعه مره واحده، هتديني 5 النهارده، وبكره لما تاخد الفيزا المظبوطه هتديني ال10 الباقيه. الله يا بيبي يا بيبي، صدقني دي اخبار اكيده، لما سوسو تقول لك حاجه لازم تصدق، المعلومات دي جايبها لك راسا من المديريه. طب اقول لك على خبر لسه طازه، عارف الراجل بتاع الزمالك اللي بيضرب تاشيرات وفيز؟ انقبض عليه من ساعه زمن، بس فعلا يا بيبي يستاهل، كان جشع اصلي. لا 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 لا، ما تخافش على تاشيره صاحبك، الراجل بتاع بولاء ابو العيله اشطر ومضمون، ده بيعمل فيز وتاشيرات لاوروبا وامريكا بسعر واحد، والتاشيره ايه؟ صح الصح، تخلي اوباما نفسه يستناك في المطار. عيب يا مان، ده انا سوسو، 3 فوري و7 عند الاستلام. ايه ده تنامي ودانك كده ليه؟ تعالى يا اخ هنا. طيب يا بيبي انا هكلمك تاني، باي باي. بقى بنتي تيتي، عايز حاجه حضرتك؟ انا واقع في عرضك يا سوسو هاني. عرض ايه وطول ايه؟ هي دي عندها عرض ولا طول؟ تعالى انت يا مراد، تعالى انت يا سكوز مي. على فكره بقى يا وفاء، اللي بتعمليه مع جوزك ده هيضيعه من ايدك، انا خبره عنك في الجواز، اسمعي كلامي وانت تكسبي. لا يا عز، اللي انت بتقوليه هو اللي غلط. يعني ايه اسيب الباب مفتوح لجوزي واعمل نفسي مش واخده بالي؟ جوزي انا فاهماه كويس قوي، ومش كل الرجاله زي بعض. لا كل الرجاله زي بعضها، نفس التصرفات والتفكير يا بنتي. الراجل اللي زي ده عايز الست العاقله الحكيمه الراسيه، مش المتهوره اللي زيك. وعشان ابقى عاقله وراسيه وحكيمه اعمل نفسي هبله وما اقولهلوش اي حاجه؟ لا طبعا. طب ما خليه بقى يروح ويجي ويكلمها، طب ما اقول له يتجوزها ويبقى روحي رياضيه. يا بنتي انا ما قلتش كده، بس لازم تفهمي ان جوزك سامح ده مش ملاك، شويه حريه مع تكبير الدماغ المركب تمشي، لكن لو واجهتيه ولا هيحصل حاجه، بالعكس ده هيعرف نقطه ضعفك وعدم ثقتك في نفسك وخوفك من اللي حواليه. يا بنتي سامح بيحبها وكان عايز يتجوزها، سامح عايش معايا بجسمه بس، انما عقله وقلبه معاها هي. انا ما اقدرش اعمل اللي انت بتقولي عليه ده، انا لو سبته يعمل كده ممكن يسيبني ويروح لها. يا حبيبتي مش هيحصل، الراجل اللي زي ده بيبقى مريض، يعني محتاج لرعايه وعلاج، واللي انا بقوله لك ده هو العلاج. وبعدين الست اللي انت بتقولي عليها جارتكو دي، ما هي كانت قدامي، ما جوزهاش ليه؟ اكيد هي اللي رفضته. اه هي فعلا هي اللي رفضته، بس ده برضو مش معناه ان انا اعمل اللي انت بتقولي عليه. يا بنتي انا عايزه جوزي ليا، انا بحبه، انت فاهمه يعني ايه انا بحبه؟ عموما براحتك، انا قلت لك اللي انا عملته مع جوزي والحمد لله انا عايشه سعيده. فعلا الرجاله ما لهمش امان، على راي المثل، يا مامنه للرجال يا مامنه للميه في اسمه ايه البتاع ده، يا مامنه للرجال يا مامنه للميه في الغربال. هو ده. خلاص بقى خلاص، والله ما كانش قصدي. خلاص يا سالم، مش هجيب سيره موضوع الجواز العرفي ده تاني، بعد كده ان شاء الله ان شاء الله هيبقى رسمي نظمي فهمي. شفت القلش؟ عسل. يا لهوي حتى القلش ما بيضحكش، اضحكي بقى، ده انت صعبه قوي. هاني انا مش عايزاك تفتح الموضوع ده تاني خالص معايا، انا نفسي حبنا يبقى في النور قدام كل الناس، نفسي هاني لما نتجوز اقول للناس كلها انك جوزي، مش تقولي عرفي ومش ايه الهبل ده؟ انا عارف ان الهبل هبل بجد. انا مش بهرج على فكره، العرفي ده ما فيهوش كرامه خالص ولا عزه نفس. اوعى تخش المكتبه بعربيتك، ما تسعهاش. عندك حق يا عم جمعه، عربيتي فعلا كبيره
ده انا حتى بفكر اقلبها نقل. ضحكتيني يا سندس يا بنتي والله، ربنا يستر عرضك. ربنا يخليك لينا يا راجل يا عجوز. سلام. الحمد لله على السلامة يا سندس. الله يسلمك يا سامح. أنا مستنيكي من بدري ولما لقيتك جيتي نزلت كنت عايزة أتكلم معاكي شوية. خير في حاجة؟ سامح استلم يا سامح، شوف مراتك عايزة إيه. بس عندك هنا يا اسطى، كتر خير. اتفضل. كام دول يا حاج؟ 3 جنيه. خليهم 5 جنيه يا حاج. اسكوزني ليه؟ جايبني من المطار؟ ما تكونش فاكرنا بنسرى ولا بننهب ولا بننصب، ده احنا بنجيب القرش بتوع الروح. اهدي على نفسك يا ست، يا رب ارحمنا من الزباين الفقر دي. فقر لما يفقر امك يا ناشا بتاع الجرمادون انت. بغص عليك توكك، يلا اصحى من هنا ولا اطير لغرب في داهيه. ده الكونيلة بتوع التكاتك بقت اغلى من التكوسة. في حاجة دواهي؟ حد مضايقك؟ لا العجل بتاع التوت، فانت عارف انا باخد حقي بدراع ما بسيبش حقي. امتى بقى هندوق المسقعة من ايديك الحلوين دول؟ عينيا الاتنين، هبقول الوصفة للست ام وليد عشان تعملها لي. مراتي؟ امال مرات انا؟ شوف ان شاء الله يا ست الكل. ربنا يا بنتي ما رقت لك جتة ابدا ولا يحرمك من صحتك ولا يحرمني منك يا احلى واحلى ام في الدنيا. احلى ايه بقى؟ هو العيا خلى في امك اي حلاوه؟ ده انا حتى حلاني مش قادره اديهولك وانا راقده الرقده ديت، مش عارفه اذا كنت عايشه ولا ميت. ما تقوليش كده يا ماما بعد الشر عليكي، ده كفايه دعواتك ليا ونفسك اللي مالي عليا البيت. انا هقوم احط لك الغدا عشان تاخدي الدواء اللي بعد الاكل. مفيش داعي للدواء، وفري يا بنتي فلوسك، وفري شقاك يا حبيبتي. فلوس ايه ماما اللي بتتكلمي عنها؟ امان الدنيا فداكي، والله لو حبي عمري عشانك مش هتاخر. ربنا يخليك يا حبيبتي. خليكي لي يا رب، ما تحرمش منك ابدا. ماما. ايه يا حبيبتي؟ علبه الدواء الغاليه مش فاضل فيها غير حبايه. انا دواء فيهم؟ ما كلهم غاليين. هم 800 جنيه اللي مش بتكفي غير 5 ايام. هي الايام بتجري كده ليه؟ ربنا يشفيك يا ابني ويعافيك. ماشي ربنا ان شاء الله هيبعت رزقه. هجيب له الدواء ان شاء الله. يا صباح النور على البنور على البرنس بتاعي الاستاذ نور. وحشتني الساعتين اللي غبتهم عنك. يا نين عين ماما عامل ايه؟ الحمد لله. من حمد وزادوا يا حبيبي. تسلم وتعيش. يلا قبح، يلا نقعد بقى عشان نفطر ونشرب اللبن وادي لك الدواء. اوبا نسيت المعلقه بتاعتك بتاعت البرنس، هروح اجيبها واقفه حالا. سالي قومي هات معلقه اخوك شايلاها فين. ماما. ايه يا حبيبتي؟ هو نور ممكن يعيش؟ ايه اللي خلاك تقولي كلمه زي دي دلوقتي؟ طبعا هيعيش ويكبر وهيتجوز وهيشيل ولاده كمان ان شاء الله. اصل هما بيقولوا يعني إن اللي عنده سرطان ألف بعد الشر بيموت، ونور مش بس عنده سرطان، محتاج زرع نخاع كمان. هيسافر، هيسافر بإذنك يا رب، يزرع النخاع ويرجع لنا سالم غانم. أيوه بس محدش رد علينا لغاية دلوقتي. هيردوا، هيردوا إن شاء الله ويوافقوا إن أخوك يتعالج على نفقة الدولة، بس زي ما أنت شايفة كده إن الدولة ملبوخة شوية، بس لو فضلوا ملبوخين أنا اللي هتصرف. هتجيبيه مليون جنيه منين؟ هبيع لحم حتة حتة عشان اجيب الفلوس اللي تعالج اخوك. انا زهقت، زهقت يا وفاء، مش كل حاجة كده غيرة غيرة غيرة. مش مسألة غيرة يا أستاذ يا محترم، مسألة كرامة. وهو إيه اللي حصل جرح كرامتك؟ يا سلام، لما أنت بتجوزني بقالك سنين وكل يوم بتبث في حضني وقلبك معايا، ده مش جرح لكرامتي. لما أنت عينك بتاكلها وهي رايحة ولا جاية وكل الناس ملاحظة، ده مش إهانة لكرامتي. لما انت رامي نفسك عليها وهي مش معبراك ومعترة بكرامتك الارض، ده مش تدمير لكرامتي. الزمي حدودك يا وفاء. انا برضه اللي الزم حدودي؟ انا مش فاهمه انت اتجوزتني ليه؟ لما انت بتحبها قوي كده ومش قادر تنساها، وليه مش عايز تخليني اساعدك؟ انت ليه مصمم تعذبني حتى لو انت راضي بعذابك؟ لا انا مش فاضي لفلسفتك دي خالص. ما هو مش ممكن في الفاضيه والمليانه سهواكه سهواكه، انا سايب لك البيت خالص. يا رب. مالك يا ماما سلامتك يا حبيبتي؟ متقطعة يا بنتي. حاسة بإيه؟ متقطعة.
سلامتك ألف سلامة عليك يا ماما. مش حضرتك مسكنات الدكتور قال وقف المسكنات؟ كفاية بقى تدعي لي بالشفاء، ادعي لي بقى إني أموت. عبد الشر عليك، أنا عارفة الموت غايب عني ليه؟ يا ماما تقولي كده ما تقطعيش قلبي. الموت يا بنتي ما هو الشر، ده الموت راح، راح أوي اللي زي حالاتي يا بنتي. سلامتك يا أمي بعد الشر عليك، ما تقوليش كده. لو متي أنا هعمل إيه لغيرك يا ماما؟ عايزاكي بقى ترتاحي مني بقى. لو سبتيني مش هرتاح يا ماما، عايش لوحدي مشكلة. ابكري يا اختك هدى، بختها مال كسرت معاكي شوية. معلش يا ماما، مش هدى بس اللي بختها مايل، كلنا بختنا مايل. نصير يا رب. سبحي يا رب، سبحي بالشافي واستغفري ربنا هترتاحي. حاضر، اعملي زي ما بتعملي دايما. حاضر، استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم. واتوب، استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. واستسلمت الام الغلبانه للنصيب، واستسلم ابنها الطيب لقدر ربنا. فضلوا ماشيين في صحراء طويله طويله، والشمس عماله تحرق في جلدهم، والواد عطشان عاوز يشرب، وهي امي هتتجنن عايزه تسقي ابنها. فجاه كده في الصحراء لقوا نيل ما شاء الله، نزلوا فيه كأنهم نزلوا في الجنة. قعدوا يشربوا لغاية لما شبعوا، وهي بتبص للنيل لقيت ابنها طالع من المية خافف ومفهوش أي حاجة. عارف ليه يا حبيبي خاف ومفهوش أي حاجة؟ عشان كان دايما بيقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله. حبيبي قرب، بص وبص بص، زلن ازعل ازعل، نص نص خسران. حبيبي قرب، بص وبص بص، ظلن ازعل. كفاية يا كسر منك ليها، صدعتوني. درقية كبيرة، بس بنعمل شوية فتنس وافك جسمي شوية. يا اختي يا عسل، ما انت بتفكي من الصبح، هو انت تفكي وتوجعي لنا دماغنا ولا ايه؟ اوامرك اوامرك يا كبيرة. تعالي يا بنت دلكي لي ظهري. من عينيا، منن عينيا من جوه. لا يا روح امك بايديكي، اخلصي. حاضر. يا الله، ما توسعي يا علا. هي جت جنبك يا وديله؟ ايوه يا ست هدى، واقفه في سكتي ومش عارفه اوصل للكبيره. والله انا اساسا ما وقفتش في سكتها. خلاص يا علا، خلاص بقى، انا مش ناقصه صداع. حاضر حاضر يا كبيره، ما اصلها مش ناقصه يعني تلاقيه جتك. معلش يا اختي. جيت لك يا كبيره. دي مراتك يا ابني، لازم تحفظ كرامتها، حسسها انها محبوبه ومرغوبه، لازم تحسسها انها انسانه، زوجه بجد مش شغاله. طبيعي انها تغير من علاقتك بسهوكه. يابا سهوكه مجرد عشره عمر، جاره وزميله معايا في الشغل، مش اكتر من كده. على بابا برضو؟ طب عينك في عيني كده. بعدين بقى يا عم جمعه، هتبقى انت ووفاء والزمن عليا. يا حبيبي انا زمان رحت طلبت لك ايه ده، بس الظروف الاقوى منها ومننا وقفت ضد جوازكم عشان مفيش نصيب. فبلاش تفضل قافل على نفسك وتخسر حياتك بسبب حاجات خلصت ومش هترجع. ايوه انا ما بردش على ارقامك، وعلى فكره لو اعرف ان الرقم ده تبعك برضه ما كنتش هرد. اسمع يا هاني، اسمع يا هاني، انا صدمتي فيك النهارده كبيره بجد، ومن فضلك انا محتاجه اراجع نفسي. يعني ايه بقى معاك دراما؟ هو انت عايز تتجوزني عرفي وما قلبهاش معاك دراما؟ ايوه انا بقى هقضيها معاك مسلسلات تركي. وقفل بقى عشان حلقه النهارده خلصت. كنت بتكلمي مين يا بت؟ مفيش يا ماما. مفيش يعني ايه؟ ما بوزك قدامك شبرين كان ميتلك غالي. دي واحدة صاحبتي، بنت رخمة كده. لما رخمة وصاحبتك بتكلميها ليه وتضيع وقتك معاها؟ يا اختي خلي بالك من مذاكرتك. طب خلي بالك من اخوكي، بصيتي عليه؟ كنت لسه عنده نايم. ربنا يشفيك يا ابني بحاجة يا النبي يا رب. انت عارفة ان النهاردة عيد ميلاد اخوكي؟ بجد النهاردة؟ اخس عليك يا ماما، مش تقولي لي؟ انا اللي اقول لك، ده انا محتاجة حد يديني شومة يفوقني من اللي انا فيه.
انا صرفت المصروف كله النهارده في الجامعه، كان نفسي اجيب له هديه قوي. انا مش محتاجه فلوسك، انا خلاص هجيب له الهديه اللي نفسه فيها وهجيب له التورتايه كمان. انت معاكي فلوس؟ لا، معايا شويه حاجات هبيعها عشان اشتري له الموبايل اللي نفسه فيه، يمكن يفرح بيه، واجيب له التورتايه كمان. اهلا اهلا. لا افتكرتك ازاي. لا 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 ما تقلقش. معقوله انت شكلك كده مش عارف انت بتتعامل مع مين؟ ده انا سوسو. خلاص هكلمك بكره ونتقابل، اسلمك التاشيره وتكون جاهز ب 7000 جنيه. طب يلا باي. بقالك كام يوم ما بتساليش؟ قلت اسال انا. والله انا وائل ملبوخه ومهدوده وما يعلم بيا الا ربنا. تعالي ادخلي. الله يكون في عونك يا حبيبتي على اللي انت فيه ويقويكي. خالتي ام هدى عامله ايه؟ زي ما هي تعبانه، بتموت في اليوم 1000 مره وانا بموت معاها، مش عارفه اعمل ايه، حاسه اني متكتفه، مش عارفه اعمل لها حاجه. ربنا يجيب الشفاء من عنده يا رب. اللهم امين. اصعب حاجه يا نوال اني بقرب الناس ليكي بيتألم وانت عاجزه مش قادره تعملي له حاجه، ودي امي يعني كل ما ليا في الدنيا. انا فرحت قوي بمعرفه واحده زي حضرتك يا دودو هانم، ست بيت راجل، ست كلها رقه وكلها جمال، ست كمل. مش قوي كده يا باشا، قد ايه كلامك حلو وناعم. ده انت جونتي قوي وتجنن. مساء الخير. اهلا يا عزه، ازيك يا حبيبتي؟ ما تيجي تتفضلي تشربي حاجه. اسكوزمي اسكوزمي. ايوه يا باشا. انا مستنيكم في اسكندريه علشان ناكل اكله سمك حلوه مع الحلوين. خد يا خواج، خد متع نظرك وزندول، بشوف يقطعوا كم وبرح قلبي بقى بالمر. من عيني. تسلم عينيك، بس ما تسرقناش في الميزان وتلهفنا في فرق المصنعيه. يا نهار ابوكي اسود، انت عاوزه مني ايه يا ولاد؟ انت ماشيه ورايا ليه؟ عاوزه مني ايه؟ الله، ليه كل واحد يزور يا دودو هانم؟ ما انت بتتفاحي لوحدك وبتزوريش يعني، ولا ليكي حلو لينا احنا كوخ. اي ارزاق بقى هتقولي ايه؟ ماشي يا ست سهواك. سوسو هانم من فضلك. وحياه امك. سوسو هانم ده مين؟ اقفي مع وجه بيت وكلمي عادل اللي اجيبك من شعرك وامسحيك المكان ده كله. انا مش هرد عليكي، وفعلا لازم افوق لك عشان انت زودتيها اوفر. انا اللي زودتها، طبوري من وشي. يلا يا هوانم. ما يعملوش حاجه، الدهب ده صيني. ده من وشك النحس عليا اكلمه. ايه يا راجل انت صيني ايه؟ اهو شوفي، ده انا ممكن اخدش بيك السجن. صيني ده ايه؟ ده دهب اهو، ما تفتح عينك اهو. لا اله الا الله، ده اقل واحد في الصنعه يبص فيه هيعرف ان صيني. دهبك مضروب يا هانم. مضروب ايه يا مضروب انت؟ خلاص يا دودو نقب الجع على شونه، يعوض عليكي ربنا بقى يا حبيبتي. يعوض عليا ربنا ليه يا حبيبتي؟ ماشيه في البطال ولا ماشيه في البطال؟ هجيب منين؟ ما انت عارفه انا ماشيه في السليم. الملاحه الملاحه وحبيبتي ملوت الراحه. حسره عليها يا حسره عليها. ما جت رجليها ما جت رجليها ما جت رجليها ما جت رجليها. مساء الفل. الو، ازيك يا حبي؟ حبك برص وعشرة خرص. يا نصاب يا حرامي. الله 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 الله، وايه لازمه الغلط ده بقى يا دودو؟ انا برضو اللي طلعت نصاب. طبعا نصاب، السلسله والخاتم طلعوا ذهب صيني يا روح امك. هو انا قلت ان هم ذهب؟ ده يعني هديه وحد يبيع برضو الهديه؟ الهديه المفروض ما تتباعش وما تتمنش. ومش انتي رحتي قلتي انك انتي هتحطيها في صندوق الذكريات ده ولا حاجه زي كده؟ ده انا اللي هحطك في صندوق الزباله ان شاء الله. دمك زي العسل يا دوده. بصي بقى، المثل بيقول مبروم على مبروم ايه؟ ما يرلش. شوفي يا ستي، انا مش ابو مازن. وبعمل المصلحه دي لمين؟ لابو مازن. الموضوع لقمه جيالك وجيالي، نفعي واستنفعي. نفع واستنفع ده ايه؟ بقول لك ايه يا روح امك، لا ده انا زي الفريق ما احب الشريك. ظبطي الاوراق ونخلص موضوع الارض ونطلع بحسن احنا الاثنين، ويا دار ما دخلك شر. مفيش اوراق هتتعمل بعد اللي انت عملته فيا ده. وانت ما طلعتش دغري كمان. دغري؟
على فكره كلامك على قديم وقوي قوي، وبقى في حد دغري اليومين دول ولا ايه؟ خلصي المصلحه يا دوده كده وخلينا نعمل شغل مع بعض وان شاء الله حاجات جايه كتير. ده بعينك ولا مصلحه ولا زبط، لما تشوف حاله متودنك مفيش كلام من ده. ريحتها. اهلا 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 يا باشا، مساء الفل. ارك العربيه. حاضر، اتفضل اتفضل. كبري دماغك بقى يا دودو، خلي روحك رياضيه، مالكش نصيب فيه، عادي يعني. من نبر امك عليا، بيقولوا خبطتين في الراس توجع، دول طلقتين وراحوا عليا، يا اختي بطار النبر اللي بتنبريه عليا، يخرب بيت العيشه اللي عايشينها. اخ من لسانك ده، عارفه لسانك ده عايز ايه؟ عايز ايه؟ مقص جناني، عارفاه؟ وافضل احش في لسانك كده حش حش. ماي ماوث؟ يس اوف كورس. ريلي؟ واي نوت؟ بيكوز يو ار قداحة، ومع ذلك بحبك جدا. مش عارفه بحبك ليه يا دودو. يكون في علمك انا وليا روشه. من ناحيه روشه؟ روشه قوي، ده انت تروشي بلد. ده انا الرجاله بيعملوا ورايا كده. بس اي دونت هاف تايم. ايوه انا بحب العيش اكتر من الرجاله. عندك حق، العيش نعمه واللي يكرهها يعمه. ايه ده؟ جرايه الدلعاني ما تفوقي كده. ايه فرمت رجليا بجزمتك دي اللي لابساها قد كده؟ لابسه دبابه؟ معلش يا ستي، هو في ايه؟ ايه ده؟ ماسوره واتفتحت، الست اللي جنبي اللي قدامي زقتني فانا بالتالي زقتك، انا اسفه. طب ما تخلي بالك انت ولا اللي جنبك ولا اللي قدامك، هعمل لك ايه؟ فرمت رجليا ده روحك هتنط من صدري. الله. طب بالراحه بس كده، مش كفايه؟ طب الله العظيم يا رب، مش كفايه القرف اللي احنا فيه ده من الصبح والشمس ضاربه في نفخنا ومش عارفين نوصل للحق ولا باطل؟ الا تعيني ولا عايرك، الهم تعيني وطايلك، ما احنا كلنا زي بعض اهو، الصف ما بيتحرك ابدا. المصيبه السودا دي. سيبك يا اختي من الدوشه دي كلها، الا قولي لي انت علاج يا اختي ولا عمليه؟ انا عمليه زرع كبد. يا كبد امك، ده انت يا اختي صغيره على زرع الكبد ده. لا لا لا، حضرتك فهمتيني غلط، مش انا دي والدتي. والدتك ربنا يخليها لك وتروح لك فيها البركه واشفيها يا قادر يا كريم. ان شاء الله يا رب. صعبانه عليا قوي وتتعذب قدامي كل يوم، وانا حاسه اني متكتفه مش قادره اعمل لها حاجه. عندك حق يا اختي، اللي من غير ام حلوهم، هتقولي لي انا يتمت الام والاب. يلا الله يرحمهم برحمته. الام دي اغلى حاجه في الدنيا. هو حضرتك علاج ولا عمليه؟ لا يا اختي، انا بعد عنك المرض الخبيث. لا حول ولا قوه الا بالله، سلام قولا من رب رحيم. الف سلامه عليكي، ربنا يشفيكي ويعافيكي يا رب. بس انت لسه في عز شبابك. يا ريت كنت انا، ده النبي حرصني، عنده 11 سنه. الله يشفيه ويعافيه من عنده، نافحه منك يا رب والنبي. حبيبي ده صغير قوي، ربنا يشفيه لك ان شاء الله ويطمن قلبك عليه. المرض ما يعرفش لا صغير ولا كبير، يا رب من بوك لباب السماء يا حبيبتي يا رب. انا مش عارفه، مش عارفه ايه اللي احنا فيه ده. هو اللي ما معهوش فلوس يعني يموت يعيا كده ويترمي؟ مش معقول. هنعمل ايه اللي ما عندوش ظهر بيتضرب على بطنه في الزمن المنيل ده؟ انا زهقت، انا زهقت بجد، انا زهقت كل يوم كده. بلاش النهناه دي، عايزه اتقوقي لك شويه، قوقي وقوقي لي شويه، نوبك ثواب فيا. انا خلاص الدموع نشفت في عيني. انت يا اخ اطلع كده احزق شويه لقدام بلا نيله. بالراحه، ايديكي هتخزقلي عينيا. يلا يا سيدي بقى خلصنا. مش فاهم انا، هو الطابور ما بيخلصش ليه؟ ما تزحزح كده اللي قدام شويه. اسكوز مي. على فكره انت واطيه قوي، ما رضيتيش تعيطي معايا، فاكره ولا فكرك؟ انا اللي واطيه؟ ده انت اوطى من الرصيف اللي بتمشي عليه. يكون في علمك بقى انا بعيط، بس بعيط دم بدل الدموع. بتعيطي بدل الدموع دم على ايه؟ لولا اللي انت عملتيه ده كان زماني جبت التورته والموبايل للولد. بجد النهارده عيد ميلاد نور؟ يا حبيبي كل سنه وهو طيب، انا ما كنتش اعرف. وانت طيبه. خدت الفلوس؟ اشبعي بيها. بس حرمت طفل ان انا اجيب له الموبايل اللي نفسه فيه ولا التورتايه اطفيها له. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. ربنا عليه خلاص الحق. اشبعي بالفلوس. اشبعي. فخص عليكي. كل سنه وانت طيب يا نني عين قلب ماما. حقك عليا، رحت المحل بتاع الموبايلات لقيته قافل. عشان اجيب لك الموبايل اللي كان عندك، بس وعد شرف هجيبه لك بكره ان شاء الله. كل سنه وانت طيب يا محل. طب ايه رايكم بقى لو نطفي الشمع؟ طب ايه رايك لو كنا نرقص ونغني لاخوكي؟ يا عالم يا بنتي، ربنا يديني الصحه واشوف عريس ولا لا. ربنا يديكي طول العمر يا ست الكل. يلا يلا شغلي مزيكا يا حبيب قلب عمر. يلا عريس يا اختي ما شاء الله. يلا
سواكة اوعي كده. انا مش جايلك، انا جايه لحبيب قلبي نور عشان اقول له كل سنه وهو طيب. جبت له الموبايل اللي كان نفسه فيه. يا حبيبة قلبي، ده انا قلت يا اختي عمرك ما هتشوف وشي ولا هتشوف وشك، بس طلعت اصيله يا واطيه. اتفخس عليا وعلى اللي عملته فيك. تعالي في حضني، تعالي. اسم الله عليك ان بحرصك. ايه الحته المقطوعه اللي انت جايبانا فيها دي؟ واحنا بنسرق؟ لا يا حبيبي، بنزور. فلوسك جاهزه؟ ايوه. وايه الكيس ده؟ 7000 جنيه هم. ها تمام كده. يا نهار اسود، انت بلغت عني؟